الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال الشهر الماضي، يعني 4 أو 5 أسابيع الماضية، قدمنا عدة مقاطع عن السلاسل الزمنية، ابتداء من مقدمة بسيطة وانتهاء إلى هذه اللحظة يعني موضوعات متقدمة. في هذا المقطع بإذن الله تعالى، تحت الإطار الكلي اللي هو السلاسل الزمنية، سأقدم في هذا المقطع القصير جدا قواعد اختيار نموذج السلسلة الزمنية، أو guidelines for time series model specification. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبة الطلبة. طبعا المقصود فيه ما هي القواعد التي ينبغي أن يسترشد بها الباحث أو الطالب في اختيار النموذج القياسي للسلسلة الزمنية. وعلى بركة الله نبدأ. الآن تشمل نظرية السلاسل الزمنية 12 قاعدة هامة لابد من أن يراعيها الباحث عند الشروع بتوظيف النموذج القياسي للسلسلة الزمنية. أول قاعدة هي الأولى، إذا كانت معاملات الارتباط Autocorrelation coefficients، إذا كانت معاملة الارتباط موجبة القيمة لعدد غير قليل متأخرات، لاج يعني مثلا لعشر متأخرات أو أكثر، فإن السلسلة قد تحتاج إلى حساب الفروقات لأعلى من الدرجة، وشريطة ألا يقع الباحث في فخ حساب الفروقات أكثر مما ينبغي، الأوفر ديفرنسينج. فهذا الآن شكل الكورال جرام أو صورة الارتباط. لاحظوا لي هنا دائرة الارتباط الذاتي، هنا لاحظوا لي هذه لها أهمية إحصائية، لاحظوا لي معامل ارتباط 92% تقريبا، هنا الثانية 84 و 85%، هنا 76، هنا 68، وهكذا. فلحد المتأخرة العاشرة، المتأخرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وحتى العاشرة، لاحظوا لي ما زال معامل الارتباط الذاتي يتميز بمعنوية إحصائية عالية. وبالتالي الآن هنا الشرط هم بيقول إن السلسلة قد تحتاج إلى حساب الفروقات لأعلى من الدرجة، يعني معنى آخر ليس فقط الفيرست ديفرنسينج أو الفروقات يعني الأولى الثانية ناقص الأولى الثالثة ناقص الثانية وهكذا، ممكن أو نحتاج لأكثر من درجة، يعني الآن الثانية ناقص الأولى ثم الثالثة ناقص الثنتين اللي قبليهم وهكذا، شريط ألا يقع الباحث في فخ حساب الفروقات أكثر مما ينبغي. طبعا حساب الفروقات له قاعدة بينتها في مقطع سابق، أرجو الرجوع إليه. نذهب إلى القاعدة الثانية الآن. الثاني، إذا كان معامل الارتباط الذاتي للمتأخر الأولى صفرا أو سالب القيمة، أو أن معاملات الارتباط الذاتي ليس لها نمط معين، فمن الممكن أن السلسلة لا تحتاج إلى حساب الفروقات لدرجة أعلى من الأولى. وعلى سبيل المثال، إذا كان معامل الارتباط الذاتي للمتأخر الأولى سالب مثلا نصف، هو 50% هنا، أو أعلى بالقيمة السالبة، لاحظوا، فمن الممكن أن السلسلة قد تعرضت لحساب الفروقات أكثر مما ينبغي. فأرجو الانتباه إلى هذه القاعدة المهمة. القاعدة الثالثة، درجة الفروقات المثلى هي التي تكون مقابل أقل انحراف معياري ممكن للتقديرات، وعادة ما تصحح الدرجة العالية نسبيا أو الدرجة المنخفضة نسبيا من الفروقات بواسطة عدد العبارات اللي هي ذاتية الانحدار أو الوسط المتحرك الداخل في النموذج. متابع الآن الرابعة، القاعدة الرابعة، يفترض النموذج الذي ليس فيه أي درجة من حسابات الفروقات بأن السلسلة مستقرة. إذا لم نحتج إلى حساب الفروقات، فنفترض أو يعني ربما بتكون السلسلة مستقرة، أي أن وسطها مستقر صعودا أو هبوطا حول قيمة معينة، وهذه الحالة هي ما تسمى العودة إلى الوسط mean reverting. المقصود أنه يعني تبقى الآن الاتجاه يتذبذب حول قيمة معينة هي الوسط. هاي لاحظوا الآن، هذه الآن السلسلة يعني في عندي اتجاه، لاحظوا هنا في هناك اتجاه معين، لم نقم بحساب لها، طبعا هناك اتجاه لم نقم بحساب الفروقات، بس لاحظوا لي يعني عندي اتجاه ثابت هنا. القاعدة الخامسة، يفترض النموذج الذي فيه فروقات من الدرجة الأولى بأن في السلسلة اتجاها ثابتا، constant average trend،
معنى آخر إنه إذا حسبنا الفروقات لهذه السلسلة على سمتان حتى نجعلها مستقرة، فإنه يعني يفترض النموذج الذي فيه فروقات من الدرجة الأولى بأن في السلسلة اتجاها ثابتا، أما النموذج الذي فيه فروقات من الدرجة الثانية فيفترض بأن في السلسلة اتجاها يتغير مع الزمن. هنا constant average trend، هنا time varying trend، هنا اتجاه ثابت مع الزمن، هنا اتجاه يتغير مع الزمن صعودا أو هبوطا. طبعا نذهب الآن القاعدة السادسة، يحتوي النموذج الذي ليس فيه أي درجة من الفروقات يحتوي ثابتا اللي هو نقطة التقاطع، أما النموذج الذي فيه فروقات من الدرجة الثانية فإنه بالعادة لا يحتوي ثابتا. إذن الآن يعني هذه قاعدة مهمة جدا، إنه إذا أخذنا الآن الفروقات من الدرجة الثانية عادة لا يحتوي النموذج هذا ثابت اللي هو نقطة التقاطع، ولابد للنموذج الذي في فروقات من الدرجة الأولى أن يحتوي ثابتا إذا احتوت السلسلة اتجاها يختلف عن الصفر. لاحظوا الفرق بين الدرجة الثانية والدرجة الأولى بأخذ الفروقات، هذا لا يحتوي اتجاه، وعفوا لا يحتوي ثابت، هنا يحتوي ثابت. القاعدة السابعة، إذا أظهرت دالة الارتباط الذات الجزئي دالة ارتباط ذات الجزئي للسلسلة الناتجة من الفروقات، إذا أظهرت هذه السلسلة الناتجة من الفروقات انقطاعا حادا أو معامل ارتباط ذاتي موجب القيمة، خاصة في السلسلة التي قد تعرضت لحساب الفروقات أقل مما ينبغي، فمن الأفضل إضافة عبارة ذاتية الانحداث ذاتها IR طبعا من درجة الأولى الثانية، هذا برجع للباحث كيف يقدرها النموذج. إذن هنا لاحظوا لي هذه دالة الارتباط الذات الجزئي بالكلوروغرام هذا أو صورة الارتباط أظهرت انقطاع حاد، لاحظوا هذه موجبة قليل لكن ثم تنقطع بشكل حاد، وبالتالي هنا لابد من إضافة إلى النموذج الذي يقرر أن يختار الباحث ارتباط يعني دال عبارة ذاتية ارتباط ذاتها معنى AR1 أو AR2 وهكذا. نأتي الآن القاعدة الثامنة، إذا أظهرت دالة الارتباط الذاتي للسلسلة الناتجة من فروقات انقطاعا حادا أو معامل ارتباط ذاتي سالب القيمة، خاصة في السلسلة التي قد تعرضت لحساب الفروقات أعلى مما ينبغي، فمن الأفضل إضافة عبارة وسط المتحرك هنا ميم A أم A 1-2 وهكذا حسب الحاجة. فهنا لاحظوا لي دالة الارتباط الذاتي أظهرت هنا قيمة سالبة وانقطعت انقطاع حاد لكن قيمة سالبة، وبالتالي هاي الآن النموذج الذي يختاره الباحث بناء على صورة الارتباط الذاتي هذه لابد أن تحتوي وسط متحرك أم A من الدرجة الأولى الثانية حسب حاجة الباحث. نكمل القاعدة التاسعة، هناك احتمال أن تلغي عبارات ذاتية الانحدار أو وسط متحرك أثر بعضها البعض، وإذا كان لابد من أن يكون النموذج في الشكل المختلط من الشكل المختلط اللي هو ARMA ذاتية الانحدار وسط متحرك، فمن الأفضل إدخال عدد قليل من عبارات ذاتية الانحدار اللي هو AR وواو ميم اللي هي الوسط المتحرك MA، ولابد من الحذر في توظيف عبارات عديدة من ذاتية الانحدار والوسط المتحرك في النموذج نفسه. هذه قاعدة مهمة جدا، طبعا لا يمكن أنك تتذكر ذا حا وواو ميم إلا إذا تابعت يعني معي هذه المصطلحات، يعني عربتها حتى يعني نحاول أن نكتب باللغة العربية هذه المصطلحات MA وAR وهكذا. نتابع القاعدة العاشرة قبل الأخيرة، إذا أو قبل يعني العاشرة بعد ثنتين أمامنا، إذا وجد جذر أحادي اللي هو يونت روت في الجزء ذاتي الانحدار من النموذج، أي عندما يكون مجموع معاملات ذاتية مساوية لواحد الصحيح بالضبط، فلا بد من تقليل عدد عبارات ذاتية الانحدار في النموذج بمقدار عبارة واحدة وزيادة درجة الفروقات بمقدار درجة واحدة. لاحظوا هذه قاعدة مهمة جدا، إذا وجد جذر أحادي في الجزء ذا حال اللي هو ذاتية الانحدار الـ AR يعني من النموذج، أي عندما يكون مجموع معاملات ذاتية الانحدار اللي هو AR مساوي الواحد صحيح أو قريبا جدا منه، فلا بد من تقليل عدد عبارات ذا حال في النموذج بمقدار عبارة واحدة وزيادة درجات الفروقات أو درجة الفروقات بمقدار درجة واحدة إذا كانت AR عفوا
فروقات من الدرجة الأولى تصبح من الثانية، إذا كانت من الثانية تصبح من الثالثة، وهكذا. آخر قاعدتين قاعدة 11، إذا وجد جذر أحادي في الجزء اللي هو الوسط المتحرك من النموذج اللي هو MA، أي عندما يكون مجموع معاملات الوسط المتحرك MA مساوي الواحد صحيح أو قريبة منه بالضبط طبعا، أو قريبة جدا منه طبعا، 99 99.5 98.9 وهكذا، فلا بد من تقليل عدد عبارات الوسط المتحرك لأمه في النموذج بمقدار عبارة واحدة، وتقليل درجات الفروق درجة الفروقات بمقدار درجة واحدة. وأخيرا القاعدة الأخيرة 12، إذا أظهرت التنبؤات تفاوتا وتذبذبا غير منتظم، فمن المحتمل أن يوجد جذر أحادي في نموذج اللي هو ذاتي الانحدار وميم اللي هو أرما. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإن شاء الله إلى لقاء قريب، مقطع لاحق مهم جدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.